إيه هو صحيح يعني ابن مسعود رضي الله عنه يعني قالوا له إنا نحب حديثك فلو أكثرت يعني تحديثنا، كان يحدثهم كل خميس ابن مسعود، فقال له أكثرت نحب حديثك، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، كان رسول الله يتخولنا بالموعظة، وأبو هريرة كان يحدث في المسجد كل يوم يعلم الناس، فكان إذا حدث كان يجلس على يعني يستند على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك نافذة لعائشة كوة نافذة عائشة رضي الله عنها تستمع، فإذا انتهى من حديثه قال يا صاحبة الحجرة يعني أم المؤمنين عائشة هل تنكرين شيئا مما قلت؟ يعني هل الأحاديث التي حدثت بها عندك اعتراض عليها؟ هل هي صحيحة؟ هل كذا؟ هل أخطأت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا، ولكن ما هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل يوم تحدث الناس، ما هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الإنسان يتخول الناس الموعظة، نعم مو كل يوم كذا، لكن إذا كان بين فترة وفترة الإنسان يرسل هذه الرسائل القصيرة بالواتساب، وهي ليس فيها إلزام للناس حضور واستماع وكذا، فإن شاء الله لا بأس، بس على الرسائل الزينة.